السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ملك وكتابة. لقاء الخميس في الحلقة التي تحمل الرقم 574 من البرنامج. عايز أطمن حضراتكم بداية على المهندس عدلي القيعي الصديق العزيز الكبير اللي بيواصل خضوعه للبروتوكول الصحي بإذن الله تعالى يتعافى ويكون في أسرع وقت بأحسن حال إن شاء الله. مهندس عدلي في المستشفى بيخضع للبروتوكول الصحي، حالته الحمد لله تتحسن. قبل الهوى اتكلمت معاه فترة، كنت عايز أسجل له وأدخله لحضراتكم أطمنكم عليه أسمعكم صوته، لأنه كمان صوته وحشني أنا الحقيقة، لكن الحمد لله هو طمني بشكل كويس، هو والسيدة حرمه. فقط بيسألكم الدعاء، الدعاء، لأنه يا جماعة الفيروس مش سهل انتشاره بهذا الشكل المزعج، يعمل جرس إنذار للجميع، لازم الناس كلها. وهو الحقيقة قال لي كده، يا ريت تقول للناس تاخد بالها، يا ريت تقول للناس المسألة مش سهلة، يا ريت تقول للناس اللي بتستسهل الموضوع الأمر بجد مش سهل أبدا، ومتاعب وألام وربنا ما يوريهاش لحد، لكن محتاجة من الجميع إن احنا ننتبه أكتر، إن احنا ناخد بالنا أكتر. حالة الاسترخاء التامة اللي كان الكل عليها، التجمعات اللي بدون أي لازمة، عدم الاحتياط بالاشتراطات الاحترازية أو الشروط الصحية اللي وزارة الصحة بتتكلم عليها دايما، سواء الكمامة أو التباعد أو عدم الاحتكاك المباشر، حاجات كتيرة جدا يا ريت ناخد بالنا منها. لكن الحمد لله المهندس عدلي بحالة جيدة، وإن شاء الله تعالى في أقرب وقت يخضع للمسحة الثانية ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. يمكن محمد عدلي نجل المهندس عدلي الحمد لله بيتعافى بشكل كويس، التحاليل والأشعة بتاعته إن شاء الله أو الحمد لله طلعت جيدة وسليم، هيخضع لمسحة جديدة بكرة إن شاء الله. هو عامل عزل منزلي، كان الباشمهندس عدلي والسيدة حرمه في المستشفى، لكن ابنه محمد في البيت. النهاردة طمني من شوية على أن حالته الأشعة والتحاليل الحمد لله كويسة، فقط يمكن يتعمل له بكره مسحه علشان يطمئن على حالته ويبدا يمارس شغله ان شاء الله. ده كان اهم حاجه في بدايه حلقه.